بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هندرس نوع تاني من الفاريبلز أو المتغيرات اللي موجودة، أنواع المتغيرات اللي موجودة في البايثون، وهو اسمه تابل. عارفين التابل؟ تابل اسمه. والتابل هو مفهوم في الداتابيز أو في قواعد البيانات، اللي هو الرو، الصف الواحد، أو الريكورد، السجل. يعني هو صف واحد من الجدول، وهو زي القائمة بالضبط، لكن في فرقين عن القائمة. أول حاجة ثابت لا يتغير، ما تقدرش تحدث. لو أنتوا شفتوا الدرس بتاع القائمة، نقدر نحدث أي حاجة في القائمة، نشيل، نحط، نزود، ننقص، نغير القيمة نفسها، كل ده ممكن نعمله في القائمة، لكن تيجي هنا في الطبل ما تقدرش. طب هنستخدمه في إيه؟ هنستخدمه في القوائم التي لا تتغير. زي إيه؟ قائمة زي قائمة الشهور، يناير، فبراير، مارس، ابريل. مش هيجي واحد يقول لك انا عايز ازود شهر، مفيش شهر، دي سبتة خلاص. الايام ساتردي ساندي، السبت الحد الاثنين، مفيش تغيير. ادوية مثلا ربما فيها مكونات دوائية مش هتتغير الا لو اتغير باسم دواء تاني. الاشياء الثابتة، طب ايه فايدتها؟ ليه ما استخدمش الليست؟ في بعض الاحيان او كثير من الاحيان حاجات ثابتة، فانا لابد ان انا امنع ان المستخدم بتاع البرنامج يغير لي المحتويات لانها ثابته، فلابد ان انا اعملها ثابته او كونستنت. ماشي. طيب فعشان اعملها، الفرق برضو هنا، لما اجي كنت اعمل ليست كنت بستخدم سكوير براكتس، لكن في التابل بستخدم ايه اللي هي العاديه، الاقواس العاديه، الاقواس العاديه المنحنيه زي ما انتم شايفينها. التانية كنا بنستخدم ايه؟ بس انا عايز افكركم بيها. كنا بنستخدم السكوير براكتس. لحظة واحدة ارجح لي زي ما كانت. اوكي. كنا بنستخدم النوع ده من السكوير براكتس اللي اكيد انتوا عارفينها، بس معلش للتأكيد فقط، اللي هي دي، مش دي، لا طبعا دي، اللي هي سكوير براكتس، اللي هي المربعة، الاقواس المربعة، بنستخدم دي في عمل الليست. لكن التابل بنستخدم الاقواس المنحنيه. تو كرييت تابل، عشان انشئ تابل، مانث از ايكوال تو، وفتحت قوس وحطيتها بنفس الطريقه بتاعه الليست، احط العنصر الاولاني واحط وراها كوما، الثاني كوما، الثالث كوما، وهكذا. برضو التابل يقبل عناصر مختلفه، يعني ممكن تحط زي ما احنا حطيت رقم أو بدون كوتيشن، وحطيت اللي بعديها لا أحطه عادي نص بكوتيشن. فممكن تحط ده مع ده، ممكن تحط تابل جوه تابل كمان، يعني ممكن تحط لستة جوه تابل. بس برضو على فكرة، ما دام حطيت الحاجة جوه تابل، you cannot change it، you cannot update it، you cannot delete it. لا تقدر تعمل لها تحديث، ولا تقدر تحذفها، ولا تقدر تزود. معلش بقى بأكد على الموضوع ده. طيب تعالوا كده نشوف، نقول له run. خلاص دلوقتي ده اتحط جوه الميموري، بقى عندنا ميموري جواها months، وهي عبارة عن tuple مش ممكن اغيرها. لو عايز اتأكد من ان النوع ده، نوعها، التايب بتاعها بتاع months ده، اشوف نوعها ايه، اكتب print وحط type وحط الاسم months وقول له run، هيقول لي it is a tuple. اوكي. تعالوا لو عايز اختار اول عنصر، اول عنصر هنا في ايه؟ لو هنشوف اول عنصر اللي هو جينيوري، وبرضه هو زي القائمه بتبتدي من رقم من موضع زيرو. فلو عايز اجيب اول عنصر اقول له مانثز اللي هو ده، وافتح سكوير براكت عند انشائه بهذا الشكل، لكن لما تيجي تتعامل معاه برضه سكوير براكتس. تعالوا كده نقول له ران، هيقول لي اول عنصر هو جينيوري، واخر عنصر نفس الشيء زي لو تفتكروا زي الليست، اخر عنصر ديسمبر، اقول له برضو ايه months minus one، معناها اخر واحد. اوكي تعالوا نعمل له run، هديني ديسمبر. طيب لو عايز اجيب اول ثلاث شهور، خلاص نفس الطريقه اللي كنا بنعمل بيها الليست، من زيرو لثلاثه، يختار زيرو اللي هو يناير، ادي زيرو، فبراير ادي واحد، مارس ادي اتنين، تلاتة مش هيختارها، قلنا التلاتة دي بتكون الحد الاعلى ما بيختارهاش.
ونقول له دلوقتي اطبعها، يبقى ده اختار لي منثز من زيرو وعلامة النقطتين فوق بعض معناها إلى ثلاثة، ولكن ما لا يحتوي ثلاثة. تعال نعمله ران ونشوف طبعها لي It's January, February, March. أوكي؟ نأكد تاني لا يمكن تغيير قيمة العنصر، لا يمكن إضافة عنصر، لا يمكن إزالة عنصر، قلنا ثابت. لو كنت تعرفوا زمان في الليست بنعمل ايه، بنقول له زود لي منثز واحد، حط لي في رقم واحد منثز وسميه يناير. لو جيت قلت له ران هيروح مديني يقول لي التابل داز نوت سبورت الاساينمنت، ان انت تضيف حاجه جواه. طيب ازاي عد العناصر؟ هتعده بلين. لين معناها لينث، يبقى لما احط لين واحط التابل نيم اللي هي عندي منثز، المفروض عندي كم عدد الشهور، واقول له ران قبل 12. نبيه قوي، عرف يعدهم، هم فعلا 12 شهر، ان عده الشهور عند الله 12 شهرا. طيب نيجي للي بعديها. طب لو عايز احدد ابريل الاندكس بتاعه، الاندكس اللي هو يعني يبعد كام من 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 اول للاخر، هيبتدي بزيرو واحد اتنين. تعالوا كده نعد ونشوف بيبعد قد ايه. لو جينا عدنا 0 1 2 3 يبقى هو في الموضع الثالث، لان الزيرو بيتعد. تعالوا كده نشوف، لو قلنا له اديني الاندكس موضع الابريل اهو، واقول له ران هيديني موضوعه رقم 3، وباكد هو لا تنسى ابدا انها بتبتدي بالصفر. خلاص، فلو جيت عايز تقول يبقى ده الشهر ايه، الشهر الرابع، هنزود عليه واحد. طيب ازاي اعد وجود عنصر معين زي الليستة؟ فبقول له months dot count، يعني عد لي الحاجات اللي موجودة في المنث اللي بتساوي ديسمبر. احنا عندنا ديسمبر واحد بس، اقول له run اديني عندك واحد ديسمبر. لو عايز اتأكد من وجود عنصر اكتب له رمضان in months، يعني هل رمضان في المنثز؟ ماشي، لو قلت له كده هيقول لي لا رمضان مش في المنثز، لان ده المفروض طبل تانية اسمها Arabic months. اوكي، طيب ديسمبر in months، المفروض يقول لي نعم لقيتها لك موجودة في المنثز ترو، يبقى دي فولس لانها مش موجودة رمضان انما ديسمبر موجودة. طيب لو انا عايز اكتر من 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 حاجة معينة اشيك عليها، يعني اشوف مثلا مارس واوغست موجودين ولا، فانا عارف ان ربما دي تكون صعبة سنة، ولكن يشوف نفهم بس الريزلت ده عبارة عن لما تلاقي سكوير براكتس يبقى هيرجع لك لستة، مش هيرجع لك عنصر واحد، يعني ممكن يرجع لك عنصر او عدة عناصر مفيش مشكلة. طيب هيرجع لك ام، انا قلت له ام من الامات اللي موجودة في المنثز، ام من الامات اللي موجودة جوه المنثز، لو الام بتساوي مارس او اوغست. وتعالوا نشوف الريزلت هتساوي ايه، هتساوي لا فعلا مارس ولا اوغست. عارف لو زودت هنا اي حاجة تانية زي شهر مش موجود رمضان مثلا هيقول لك هيجيب لك دول بس. اوكي، يعني لو قلت له هنا اور خلاص رمضان اجيب اللي فوق، طبعا مش هيلاقي رمضان، خلاص كنترول سي احطها هنا اور وقول له ام، وشايفين هنا ايكوال ايكوال، مش ايكوال واحدة، ايكوال معناها انت الايكوال واحده معناها دي بتساوي دي، امر بتقول له خلي الام تساوي كذا، انما الايكوال ايكوال معناها اذا بتساوي. اوكي، يعني ده شرط من الشروط، واقول له اذا بتساوي رمضان طبعا. فانا بقول له هنا لو بتساوي مارس او اغسطس او رمضان، تعالى كده نعمل له ران برضه هتديني نفس القيمه لان ما فيش رمضان عنده، لو كان في رمضان كان زودها لي. واشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.